واصلت لجنة الاقتصاد النيابية مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 لوزارة الداخلية وصندوق استثمار أموال الضمان والمنتدى الاقتصادي الأردني ومجموعة من المستثمرين. فيها ميزات، عندنا استقرار نقدي، عندنا جهاز مصرفي قوي جدا مقارنة في أجهزة مصرف جنب انهارت، عندنا عملة ما بتنزل، في ناس بدول جنبنا شقيقة وهذول حققوا أرباح هائلة وبين ليلة وضحاها نزلت العملة، احنا العملة تربح ما بتنزل العملة. عندهم تضخم 60% 69% 69%، احنا تضخم عندنا ما تزادش عن 5%. انا يعني احنا عندنا سلسلة من الان اصحاب الطوفة ماشيين في سلسلة حوار وطني بخصوص قانون الاستثمار، تقريبا الان احنا دخلنا في الاسبوع الثالث من هذا الحوار. شيء موجود عن الاستثمار يجب ان نكتفي فيه وما نطلع تعليمات جديده. افرض ان التعليمات اللي تحدثت عنها الاخت الان صدرت بعد اسبوع او شهر، واحنا الان خلال شهر راح نناقش قانون الاستثمار وراح يتمخض عنه زي ما سمعنا عدد كبير من الانظمه ويلحقها عدد كبير من التعليمات. فاحنا الان كل نقاشنا ومعظمه عن الواقع اللي احنا فيه الان، يعني مش عن اللي بكره، ما احنا كل قعدتنا وكل القانون قاعد نشوفه وفرصة الأمل الكبيرة، وما بدي أقول الوحيدة، أنا مجلس النواب قلت الوحيدة الكبيرة نستنى فيها هو قانون الاستثمار. إنه أنا بحاجة لمستثمرين، تركيا بتمنح، اليونان تمنح، كل دول العالم، السعودية أيضا أصبحت يعني تشتغل على هذا الموضوع. فالآن أنا في منافسة شرسة، مصلحتي الوطنية تقتضي أني أنا أجيب مستثمرين، مصلحتي الوطنية تقتضي أني أنا أشغل أيدي عامل أردنية، وبالتالي الهدف مش هو الهدف أني أنا أمنح جنسيات، لا، الهدف تشغيل الأردنيين، الهدف استقطاب الاستثمارات، الهدف أنه المستثمر يتوطن عندي لما يشعر بالأمان أكثر أنه أصبح مواطن أردني. ومع ذلك الشروط يعني معقولة، يعني ان وضعت بطريقه متوازنه بحيث انه تحافظ على البعد اللي تفضلت فيه سعادتك اللي هو البعد الوطني وخوف الناس، وبنفس الوقت بتراعي كمان مصالح الدوله الاقتصاديه وتشغيل الاردنيين. تفضل سعادته سال سؤال جوهري ايضا، موضوع هذا الجواز حط ال 500,000، هل اقدر اسحب انا الجواز منه ولا لا؟ خلينا اخواني هون نميز بين موضوعين. الموضوع الاول اذا كان جواز اردني مؤقت بإمكان وزير المعالي وزير الداخلية يسحبه بموجب أحكام القانون دون بيان الأسباب، وهذه صارت لما لقينا أحد الأشخاص احتال على التعليمات والأسس انسحب منه جوازه. بالنسبة لوحدة الاستثمار، ما بعرف إذا معلومات للنشر، بس بحب أعرف من عطوفتك أنه كم يبلغ عدد العقود مع الشركات بين الأمن العام والشركات المدفوعة؟ أنا بعرف مثل العطارات بدفعوا 1,000,000 دينار حماية، هل هذا الحكي صحيح؟ أو شركات أخرى، يعني كم تبلغ عدد العقود المدفوعة؟ وإذا بتحكي لنا مبلغ إذا هذا الحكي بإمكانكم تعلنوا عنه. هذه القضية يحتاج لها 1,000 يرسل 1,000، إذا احتاج 2,000 يرسل 2,000. هذه القضية هو ممكن تخصصية بالعمل على أساس أنت تشتغل جزئية هناك لا تنظم حدود معينة، لكن إحنا إيش أملنا شامل بحيث إنه بحيث انه احنا على ما اخذ، اذا قال قائد الوحده انا بحاجه الى كذا بظرف نص ساعه، انه ممكن بظرف نص ساعه، ولذلك احنا هذول ليس بس هذا الواجب، هو جزء من واجبهم هذا الحكي. اللجنه استمعت الى اراء وزاره الداخليه ومديريه الاقامه والحدود في مديريه الامن العام حول بعض بنود الماده الثالثه من مشروع القانون، والتي تتحدث عن حمايه الاستثمارات وعدم التدخل في الأنشطة والحقوق والمصالح المعترف بها قانوناً للمستثمر أو الشركة التي تم الاستثمار بها.